أما قولهم من أن الاحتفال بالمولد من أنه بدعة حسنة لأنه يندرج تحت القواعد الشرعية، فالجواب عن هذا ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على من اجتمعوا على الذكر، قالوا ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد الخير لم يصبه، مع أنه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.